لم تخرج انتخابات المجلس الجهوي لجهة الدار الرضاء ستات عما كان يتداول في كواليس ما قبل الانتخاب، بالاحتكام لعدد مقاعد المعارضة التي كانت تفوق الأغلبية بمقعد واحد. هذا وقد انتخب الجمع العام مصطفى الباكوري عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس الجهوي بأربعين صوتا مقابل 34 لمنافسه عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بإضافة صوتين لمصطفى الباكوري عما كان متوقعا رجوعا لاحتساب مجموع عدد مقاعد المعارضة. سابقا هذه المرحلة هذه كانت كاعتبرها محطة، كان خصنا ناخذوا فيها مسؤوليتنا، قدمنا ترشيح ودافعنا عليه برؤية بمشروع مع شركاء آخرين. الحمد لله العملية دازت في أحسن الظروف، هذه النقطة الأولى يعني نفسنا عليها. النقطة الثانية، مصطفى باكوري ما يمكن له إلا يكون رئيس للجميع، هذه لا بغيت نوضحها لكم، لأن دون ذلك لن يمكن من نجاح التجربة، ونجاح التجربة رهان وطني اللي خصنا كلنا نساهموا فيه. بطبيعة الحال حنا والأغلبية الحكومية كان عندنا المجموع 37، للأسف تسقطوا واحد ثلاثة الناس بدعاوى ما عرف شنو هي، هما اللي كيخصهم يجاوبوا عليها. أعتقد بأنه اليوم ولا عندنا رئيس جديد ديال مجلس الجهة الدار البيضاء ستات، وعندنا مكتب ديالو، نتمناو أنه يكون رئيس ديال الجميع ويكون في المستوى ديال يعني تلبيات احتياجات يعني الجهة. الجمع العام لم يسلم من بعض الاحتجاجات التي صاحبت عملية التصويت، خصوصا بتراجع عضوين عن التجمع الوطني للأحرار وعضو عن الحركة الشعبية عن التصويت لصالح العدالة والتنمية، وذلك خارج إطار توافق الأغلبية الحكومية. فلو احترم اتفاق الأغلبية الحكومية أخذا بعين الاعتبار امتناع أحد مستشاري حزب الاستقلال عن التصويت لكانت الكفة لصالح حزب العدالة والتنمية بالاحتكام في حالة التعادل إلى الرئيس الأصغر سنا. هذا هو قرار الحزب، حزب تجمع الوطن الأحرار، اليوم قرر في انتخابات مجلس الجهة لمدينة الدار البيضاء ستات باش يصوت على السي باكوري كحزب. الآن هذا قرار ماشي قرار شخصي ديالي، ولكن قرار ديال الحزب. ما كاينش قرار ديال الحزب هادشي، ما كاينش قرار ديال الحزب، كاين قرار معاك بالتليفون، ما كاينش قرار ديال الحزب. هادشي ما كاينش قرار ديال الحزب هادشي، قرار رسمي ما كاينش، قرار انفرادي ديال المنصف والطبيبة اللي معاه، ماشي قرار ديال الحزب. لو ما توصلتش شي قرار البارح ما كنتش مع المنسقين ما كنت حاجة. تراجع حزب الحمامة عن تحالف الأغلبية بجهة الدار البيضاء ستات يطرح علامة استفهام حول مصير التحالف نفسه على مستوى انتخابات مقاطعة الدار البيضاء، وهل سيفجر هذا التراجع لصالح حزب الأصالة والمعاصرة أزمة داخل الائتلاف الحكومي، وهل هو قرار فردي للأعضاء أم هو قرار مؤسساتي لحزب التجمع الوطني للأحرار؟